كان هناك الخطاب النهائي الذي صدر من وزير التخطيط بعد لقائنا، وسلمناه خطاب رسمي من محافظة البصرة بالتنسيق طبعا مع إدارة المحافظة. أكد صراحة بستة فقرات مهمة جدا، آخر هذه الفقرات أكدت بأن وزارة التخطيط لا ترى هناك سببا معطلا، ومن الممكن المضي قدما في إجراءات الإحالة وتنفيذ المشروع، الدخول في إجراءات تنفيذ المشروع قدر تعلق الأمر بوزارة التخطيط. وبالتالي اليوم مجلس الوزراء لا يمتلك الوصاية ولا يمتلك الحجة من الناحية القانونية بتعطيل هذا المشروع، والكرة اليوم في ملعب محافظة البصرة، ونحن حريصون وأرسلنا خطابات و ايضا رسائل مهمه جدا الى محافظه البصره باختيار الشركات ذات الكفاءه من اجل تنفيذ هذا المشروع. استاذ علي، يعني بعد ما دارت الكره بملاعب كل الجهات الحكوميه، مجلس الوزراء والامانه العامه لمجلس الوزراء، وزاره التخطيط، وزاره البلديات والاسكان، كل الوزارات مرت بها هذه الكره، الان في الحكومه المحليه، كيف تتابعون هذا الامر؟ نعم، مثل ما تعرفون بان الخطاب الاخير الذي وصل من وزارة التخطيط وحاليا في أروقة محافظة البصرة، إجراءات الزيارة الأربعينية، ربما هناك تأخر صراحة في استمرارية حالة هذا المشروع، وبالتأكيد بعد أربعينية الإمام سوف تكون هناك متابعة مباشرة من قبلنا، وأيضا هناك اتصال مع مدير قسم التخطيط في محافظة البصرة لاستكمال إجراءات حالة المشروع. هناك أكدت محافظة البصرة بأن هي ذاهبة إلى دعوة الشركات المختصة في مجال أعمال البنى التحتية، وبعد كما تعلمون هناك سياقات قانونية تمر بها عملية الإحالة، بعد إرسال الدعوات المباشرة للشركات المختصة بالتأكيد أن هناك لجان فتح ولجان إحالة ولجان معنية صراحة بدراسة ما تقدمه هذه الشركات، ومصرين ونؤكد دائما بأن على محافظة البصرة أن تكون دقيقة في اختيار الشركات الرصينة والقادرة على تنفيذ هذا المشروع. هذا المشروع وصل قيمته تريليون إلا قليل، بعض المبالغ البسيطة يعني، فبالتالي هذه المبالغ نتمنى أن لا تذهب سدى، وأن يتم استثمار هذه المبالغ بشكل مهم جدا ويخدم المواطن الزبري في قضاء الزبر، لأن عانى ما عانى صراحة. هذا المشروع أيضا من ملاحظاتنا على مجلس الوزراء أنه استحصل موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد، فبالتالي أن رئاسة الوزراء تناقض نفسها عندما ترسل خطابات رسمية إلى المحافظة أو إلى وزارة التخطيط في التريث في وإيقاف هذا المشروع. بعد خطابنا الأخير يعني تم رفع الحظر عن هذا المشروع من قبل رئاسة الوزراء التي هي أصلا يعني تصريف أعمال مع الأسف. يعني إحنا لحد الآن ننتظر المباشرة الفعلية بهذا المشروع، وأكيد راح نكون أول من يغطي هذا الحدث بعد سلسلة التغطيات الإعلامية الطويلة اللي أجرتها المربط حول هذا المشروع، يعني حتى برامج مختصة كانت لهذا المشروع، نتمنى أنه نشوف على أرض الواقع قريبا. أنا أؤكد من خلال إذاعتكم لا توجد حجة لمحافظة البصرة في تعطيل هذا المشروع. وعليهم أن يستثمروا الأيام القادمة الليل والنهار من أجل إحالة المشروع.